ديال بعض الانباء على المقتل ديال سائقين جزائريين ديال واحد العربه مدنيه في غاره جويه لطائره درون مغربيه. هاد السائقين الجزائريين ماشي تكتو في الجزائر ولا على التراب الجزائري او على تراب الصحراء الشرقيه او تيندوف، وانما في منطقه بير الحلو العسكريه، وهي داخل التراب الوطني، داخل الحزام الامني، منطقه محرمه عسكريا، يعني المنطقه اللي لا دخلوا لها البوليزاريو كيتشواو ويصبحون رمادا وفحما. فهذه المنطقه هذه الان الجزائر هي بدات كتلوح لها ولادها. فواش الجزائر باغا تدخل الحرب؟ واش الجزائر باغا تجرب شي حاجه؟ فهذا اللي غادي نشوفوه في الايام القليله القادمه. المعلوم بان اي سياره كتوصل في هذه المنطقه هذه فهي ليست سياره مدنيه. اي سياره دخلت لهذه المنطقه هذه فهي تعتبر سياره عسكريه، وهذا العمل يعتبر عمل عدائي، يعني يتوجب الرد عليه بالحديد والنار وفق قواعد الاشتباك المتعارف عليها دوليا. والمغرب تيقول لهم انا ما كنهاجم حتى شي بلد، ما كنضرب حتى شي دوله، ما كنضرب حتى شي عنصر او شي طرف، وانما اللي تعدى ليا ودخل الحدود ديالي بطريقه غير شرعيه وبنيه مبيته فسيلقى مصيره الذي ينتظره. فالخوت ما تنساوش الاشتراك في القناه، تفعيل جرس التنبيهات، الضغط على زر الاعجاب، وخليوا لي الراي ديالكم على الخبر هذا في تعليقات. عاش المغرب حرا أبيا ولا عاش من خانه.